الشام 23/9/2013، مزيد من حالات سوء التغذية ونقص التغذية في المدينة. هذا حال أطفال المدينة المحاصرة. طفلة عمرها سنة ونص، وزنها لا يتجاوز 6 أو 7 كيلوغرام، ما يعادل وزن 8 شهور أو 9 شهور. حالات واضحة تماما، حالة العوز الغذائي الشديد، غياب كامل للنسيج الشحمي، مظاهر عوز الفيتامينات، نقص الفيتامينات، النزوف العفوية من الأغشية المخاطية، غؤول العينين، لاحظ حالات النحول الشديد.